تنبش في ذاكرتي المكان الثقافية والتراثية. تسدن على بعد حوالي 30 كيلومترا من فاس هناك، حيث الطريق إلى هوامش الظل التي عبرتها حكايات نهلت من التاريخ. مجال جغرافي يوثق بينه وبين الأمازيغية وشائج التواجد والتواصل عبر تلك الهوامش. نشيد من رقصات الأطلس يستعيد حنين ودفء فصول اجتمعت فيها شحنات أمل يتطلع لطموح امتلأت به قلوب أبناء المنطقة. يستقر خارج تضاريس المكان، من هذا المكان الساكن بين نتوءات الوجدان والذكريات والتاريخ نبع فيض من إحساس تقوى بفعل الزمن، يشد إلى ذات المكان حيث رهبة الحنين تستحوذ على ذاكرة أطلس يخضر كل يوم في كل نفس. أطلس يتجذر في عمق امتدادات السنين، يعزف الحب لهذا التراب الذي طالما استهوانا للنبش فيه. تفاوين يحط الرحال بأيتساد، حيث كل شيء يستشرف أفق الغد من قمم الأطلس. المعنى ديال أيتساد، هناك عدة تفسيرات. هناك من يقول أنها جت من كلمة أمازيغية إيصاد، يعني الأقوياء الأشداء، وهناك من يقول أنها جات من إيسيدن، يعني بالفرنسية هي ليزيكليرور، هذوك اللي كيمشيو في أيام من يعني الحروب، هذا كيمشيو واحد المجموعة من الناس كيشوفوا شنو كاين، ما كاينش مخاطر وكيرجعوا. وهناك من يعتبرها أنها يعني تعني الحكماء لي ساج، لأن العقل نور حتى هو. سبين في قبيل ما قال لنا إن غير نسيني سافن أشيف نسبو الواسيف إينون سد على الفاسي وسد دريس الأول لوايون في قبيل نادي وسام إن غير إمازيغن ذو عربا الحياة ينسيا لكان قمزة الطرف الأطلس المتوسط لكان يتسدن يوف مازيغن من الله الأسد الدان نجي خاثر زيس نسي محمد شافيق الدكتور عبد الملك يسدن لكان يتسي مازيغن لك تشبت نسطورات الأمازيغي إيس فراوث امشي نلاش قوس اخو جان جو تسدن هي حديثه العهد في هذه المنطقه نسبيا ما يقارب ثلاثه قرون باش هذه القبيله جات لهنايا. منين جات؟ جات من وسط المغرب الى شمال المغرب. في البداية نزلوا يعني جاءوا عن طريق الأطلس الكبير في موقع يسمى من موقع يسمى ثعلالين بين قرامة وكرندو، وإلى حد الآن لا زال هناك واد يسمى ثلاث نيتسدن، يعني واد أيتسدن. استمروا في طريقهم، فيعني مروا من أولماس مرموشة ثم من أيتيوسي الشرقية، وإلى حد الآن لا زال هناك جدول صغير أو نهر صغير يسمى ثروة نيتسد. في نهاية القرن السابع عشر نزلوا في المنطقة حدا فاس تطل على فاس من الناحية الشرقية.
وتفرقت تما الى مجموعتين، مجموعه بقات في سايس وهي دابا اي ثندير حدا واد النجا، والمجموعه الثانيه اللي هي اي تسادن جات لهذه المنطقه اللي كتواجد بين واد سبو وواد اناون واستقروا في هذه المنطقه. هي حاجه لطالما انتظرناها، هي رغبة تعود بنا إلى حيث زمن الأجداد الأقربين، وبين الأمس واليوم تتقاطع في مخيلة الأحلام والذكريات نفس مشاهد البطولة حين اختلط الدم بالتراب. لما جاء الاستعمار 1912 اتسادنا غير سمعوا أن الاستعمار دخل الفاس، الفرسان ايتسدن وفرسان بني وراين اتفقوا وهجموا وطوقوا مدينه فاس، الى درجه ان كانت يعني مواجهات بين الجيوش الفرنسيه والفرسان ديال ايتسدن وايت وراين، وكانت عده قتلى وجرحى في كلا الطرفين. من ذلك الهناك الغائر في زمن المكان نعيد استحضار تلك الصور المشرقه. من هناك عبرت أجيال حملت هم الوعي الوطني والثقافي والسياسي، وحدها الغيرة وحب الأرض والاعتزاز بالانتماء لها ظل ينسج حكايات أناس عبروا. كانت مقاومة شرسة، وفي 1914 بالضبط حسب ما قال الأستاذ شفيق فاتح جونفي 1914 دخلت الجيوش الفرنسية إلى هذه القبيلة من جهة الوتا يعني جهة صفرو، فألقي القبض على الكثير، أما يعني المجموعة التي استسلمت وألقي على القبض بقيت، المجموعة الأخرى انتقلت إلى أيت وراين تحت قيادة البطل المقاوم علي ورحو. الاعتزاز ديالي والافتخار ديالي بالانتماء لواحد المنطقة اللي أعطت مجموعة من الباحثين، مجموعة من الأساتذة، مجموعة من الغيورين على الثقافة الأمازيغية، واللي الصيت ديالهم خرج من هذه المنطقة وتعرف على الصعيد الوطني وحتى على العالم الأمازيغي. إلا خدينا على اعتبار سيد محمد شفيق اللي العطاءات ديالو والمكانه ديالو ما يمكنش يختلفوا عليها اثنان، كذلك كاين عبد الملك وسادن. لا بد من الاعتراف ان قبيله ايت سادن ساهمت في تشكل وعي امازيغي ليس فقط لدى سكان القبيله ولكن ايضا لدى جميع المغاربة، بل حتى سكان شمال إفريقيا وبعض الأوروبيين الذين ساعدتهم ظروفهم للإطلاع على الإنتاجات الثقافية المغربية. قد شملت الإنتاجات سكان أو أبناء القبيلة مختلف أنواع الإنتاجات، وتوزعت بين ما هو فكري وما هو ثقافي وما هو فني. وفي استحضارنا هذه الإنتاجات لا بد من ذكر بعض رموز هذه الإنتاجات من أمثال محمد شفيق عميد الحركة الثقافية الأمازيغية في مجالها الفكري، والدكتور عبد الملك أسدن قيدوم أيضا الحركة الأمازيغية في بعدها النضالي. لا بد من استحضار فنان كبير عرف في هذه المنطقة وهو الشيخ دريس، والذي كان يقاس أفذاذ الشعراء في القبائل الأخرى بمدى صمودهم أمامه في المبارزات التي كانت تقام في تلك المرحلة في أحيدوس. ولا بد أيضا للاعتراف بمرأة أيت سدن بإنتاجاتها الإبداعية والفنية التي تحمل عمقا تاريخيا ودلالات فنية كبيرة، حيث لا يخلو بيت من بيوت أيت سدن من حضور هذه الإنتاجات ذات البعد التاريخي العميق.
التراث الامازيغي كيتجلى في ايت سادن اولا في اللباس التقليدي ديالهم، في المنسوجات ديالهم الصوفيه اللي كانوا كينسجوها واللي كانوا كيلبسوها واللي كانوا كيفرشوها وكيتغطاو بها، لانتيني ثاق العيث، لانتيني البطانيه، يولث السن يوليس غمسن، ثاق بوت، ثيمل سواركسن، نتوخلا لا تقن قدر نسلا دو ليس حسن قبل ما غابن الصبايط باقي العالم، غرسن تزربيتا من نتوخ النخام، غرسن ييز، غرسن البني نسن، البني خامن النسن، او انت غرسن يو البني امازيغ، ناذ نتاويز لا انت فخاص المناطق الامازيغيه. تقدم قبيلة عطات الكثير في مجال الثقافة الأمازيغية وغيورة على الثقافة الأمازيغية، وخير دليل على ذلك أن معظم الجماعات اللي كتنتمي لقبيلة أيت سدن كنوجدوا فيها 4 5 6 ديال الشعراء اللي هما شعراء بالفطرة. إنا شبنا ذنبوت صار في قيمة العزة ديرسو لا تدون سيرو هي صقوري اللي ما صغران إن شاياض ما عسيا ثور نشد اللي جاويا هانا تيتي وشنا كي تنعث وضاضي وضاض توخ بكري لنش الشيخ ذريس كيف يخلي لا يمقور كلا مزيخ تغيل لنا الشيخ ذريس وقتنا لا تسوال مدنا أمين أشتيني خذغيل لا تسوال واجبيثن المعنى ناذوين لا تنترارا لا الشيخ ذريس لا يتذيني ولا نكون عودنا لا نتوزغور سوال لا نتوناتخ لا نتسوال اين خنا وين لا نتواجب هذه خدا ورجي لي حد لا انت لين كينديس نطير الفرقايز غيرين كيز غيره وحيدوش كانت هناك انتاجات ذات قيمه علميه واكاديميه مهمه جدا، امثال الاعمال التي قام بها اندري باسي الذي كان يتحدث على المنطوق الامازيغي لايت سدن كلغه خاصه بذاتها، حيث خصصها بكتاب مهم، وقد اشارت كتب اخرى مثل ويسترمارك الذي اشار الى في كتابه عن الزواج بالمغرب الى الزواج بقبيله ايت سدن، وهناك ايضا فوبلي الذي خصص كتابا نقديا لكتاب أندري باسي والذي تحدث فيه عن قبيلة إيت سدن. نعم، يمكن الحديث منذ نهاية الأربعينيات عن حركة فكرية مواكبة للإنتاجات الفنية والفكرية للقبيلة كقبيلة ولأبناء القبيلة، وقد تعزز هذا المنحى الدراسي والتحليلي للإنتاجات خاصة في منتصف الثمانينات مع انفتاح الجامعة على البحوث في ميدان الأمازيغية، وهناك عشرات من البحوث التي أنجزت في الجامعات المغربية سواء فيما يخص العادات أو الغناء المرتبط بمجموعة من الطقوس أو الأشعار التي أنتجها أبناء القبيلة. عموما يمكن الحديث من نهاية الأربعينيات إلى الآن عن حركة نقدية وتحليلية وتعريفية أيضا بالإنتاجات الفنية والإبداعية لأبناء القبيلة. في هذا العطاء المتصل لأبناء منطقة أيت سدن صفحات تتسارع لترتشف من ينبوعها، صفحات سجلت أسماء أصبحت صورتها بقوة الزمن ملتصقة بذاكرة المكان، مسارات حياتية لأناس مروا من هناك، الأستاذ محمد شفيق، الأستاذ عبد الملك سدن وآخرين استووا رمزا حيا في الضمائر والأفئدة. الحكايات حكاية السفر عبر أديم هذه الأرض، حيث يبدو بين مدى الأغاني طيف رجل اختار أن يحيا مسكونا بالتساؤل والتفكير، رجل من أبناء قبيلة أيت سادن
كانت الأمازيغية تراثا وثقافة وتاريخا حاضرة في قلبه ووجدانه. المغرب كجميع شعوب عنده تاريخ منذ قديم الزمن. من عمق التأمل في ماض يمتد عبر امتدادات السنين انطلق الدكتور الحسين عبد الملك أسادا يبحث في أفق أرحب يستوعب أحلامه وآمانه. تركيبة وجدانية فكرية وجسدية لمسار نضالي يسكنه غضب يحيي الضمير ويوقد الرغبة في الصمود. ورغم انقهاره بغلبة المرض لم يحس أبدا بالعجز وهو يحاورنا يسترد من بين فصول الدفء فصول ذكريات الطفولة والنشأة الأولى. كنت إليه l'école primaire de Birtanton. J'étais gauche. Il y avait un médecin français qui avait beaucoup de sympathie pour les Etsadden et les Berbères en général, et il venait nous rendre visite à l'école. Il nous apportait des encouragements, il donnait de l'argent un instituteur pour nous acheter le nécessaire. Et une fois, ce médecin, en classe, nous a posé des questions. Qu'est-ce que vous voulez être plus tard? C'est une question qu'il a posée à chacun de nous. Et naturellement, comme il fallait s'y attendre, tous les élèves ont répondu, je voudrais être instituteur. Comme leur maître, hein, qui écoutait. Je voudrais être instituteur. Personne ne parlait de flâche, ni d'éleveur, ni de... Et moi, il m'a dit, qu'est-ce que vous voulez faire plus tard? J'ai dit, médecin. Tiens, ah ben c'est bien, médecin. Un petit morveux comme moi. Hein? Et alors j'ai suivi mon parcours, effectué mon parcours de l'école de Birtanton. Je suis allé comme pensionnaire, boursier de l'État, au collège Berbère d'Azoum. عبر مسار طويل وبين متاهات الظروف تشكلت خيوط هذه الشخصية التي سعت أن تشرك الجميع في شجونها ومطامحها. بريقة أمل جميل. هكذا كان الأستاذ أساد بالنسبة لشباب كثر أحبوه وشاطروه قناعاته. هكذا كان ولا زال هذا العمر المثخن بالأنين يمارس العيش عبر الثقافة الأمازيغية كواجهة لنضال يحتمي باللغة والثقافة الأمازيغيتين المأوى والوجود. un peu l'un des meneurs des collégiens. Quoique je fus encore assez jeune parmi eux. En 1944, nous avons, au collège Berbère d'Azrou, à l'instar de tout le collège et école marocaine, nous avons fait la grève pour
réclamer l'indépendance. Ce qui nous a valu beaucoup de tracas de la part des autorités et de renvoi chez nous à domicile.